والاعتقال هوليوودي، الاعتقال بهذه الطريقه هذه. تصور انت، نقولوا اخويا الصحفي عندك عشيرتك، خرجتي مشيتي انت وياها، المهم حياتك انت ليبرالي في الدماغ ديالك، راه تخاف صاحبي تدخل شي قان تيجيو يهزوك يقولك قولك ممارسة جنس، ولا شوف كيفاش هما يقول لي، يقولك تتصور افلام اباحية ولا يفهمشيني، ولا يجي شي واحد يفرض عليك يحطولك شي مخدرات في دارك، شكون اللي يهضر معاهم اخي؟ شكون؟ ما كاينش اللي يهضر مع الناس، ما يقد عليهم حد، فهمتي؟ واخا انت تقول يقولك لقينا، فهمتيني؟ ولان حتى فاش تهضر على السلطه القضائيه في المغرب، ما السلطه القضائيه ما عندها والو، لان لان في الاخير من يحكم هو هما البوليس، الجهاز الامني، يعني شو يقولوا ليها، الشرطه القضائيه قوى من الشرط، من القضاء بنفسه، فهمتي؟ المخابرات قوى من اي مؤسسه في البلاد، فهمتيني؟ لان تسير من طرف الملك، لان الملك شد الحكم، شد البلاد بقبضه حديديه. تحيه سلطان يا الخوت، صافا مزيان، كي دايرين؟ بخير، صحه لاباس؟ كي دايرين؟ ما كي دايرين في المغرب؟ السجل الكبير ياك، اول حاجه كنا خوتي قدامنا مع الصحفية اللي تعتقلت، هاجر الريسوني، وي ما نعرفهاش انا يعني شخصيا، ما عمري تلاقيت معها، ولكن انا عندي واحد الرسالة للصحفيين ديال المغرب، لان شنو نقول لكم، الصحفيين تعتقلوا منذ يعني اول اعتقال يعني سياسي، يعني في اطار القمع و يعني وتضييق بل وخنق الاصوات الصحفيه الحره، كان اول اعتقال هو ديال علي المرابط. ومهم من تما بداو اعتقالات، يعني كان العهد الجديد كما تنقولوا، كان واحد كان واحد الامال، يعني يكون هناك تغيير، تكون هناك حريات، فهمتيني؟ تكون هناك واحد نوع او واحد انتقال ديمقراطي زوين في المغرب. ممكن هادشي هذا موقعش، فهمتي؟ يعني يعني المخزن تقلب على الناس، على الشعب، وبدا يعني بالقمع، وبدا تترجع يعني ما يسمى بسنوات رصاص، يعني غير هو حاليا لانه استنفد يعني داك البطش ديالو وداك القمع ديالو من الستينات، سبعينات، ثمانينات، التسعينات، فهمتي؟ يعني استنفد هداكشي، ما يمكنش يرجع بنفس ال with the same brutality، يعني يجي بنفس الانتهاكات ويجي بنفس الاسلوب ويبدا يقتل في الشعب ويقتل في الناس، فهمتي؟ لان هذا غادي تحيد ليه الشرعيه. الا كانوا الناس اللي في اوروبا يعني دول مغمضه عينيها، ورغم ذلك يعني تدعموا بواحد الطريقه مباشره وغير مباشره، فهمتيني؟ وتعطي واحد الشرعيه، بل وتزين يعني داخل يعني بزاف ديال المؤسسات الرسميه في اوروبا، من البرلمان الاوروبي وانت غادي لبعض الحكومات في اوروبا وغالبيتها، فهمتيني؟ علاش؟ لان اول حاجه عندهم مصالح معهم، وانهم ربما هما تيقولوا بان المغرب دوله استبداديه ودوله يعني فيها ما فيهاش الحريات وفيها القمع، ولكن تتبقى المغرب تيقولك احسن من سوريا، فهمتي؟ هذا هو الفكره اللي بغاو يعطيو، تيعطيو لا الراي العام ديالهم هنا في اوروبا لا فيما مشيتي، فهمتي؟ هذا هو يعني هذه الخلاصه اللي تبينو على المغرب، انه ماشي بلد ديمقراطي، وانه بلد فيه الاميه بزاف وفيه الجهل، وباقي في طريق يعني طريق يعني البناء الديمقراطي، وراه ياخذ سنوات وكذا وكذا، ولكن رغم ذلك حنا تنشوفوا ان كثير من الشعب المغربي يعني انفتح العالم الخارجي من خلال يعني السوشيال ميديا، يعني مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا يتعرف على العالم اخر كيفاش داير، ماشي من قبل يعني حتى
2006 ما كانش يعني هاد ال يعني ما كانش بنادم تيعرف بزاف د الحوايج. يلا كان تيعرف شويه في اليوتيوب هادي دابا المهم، ولا على الاقل الشاب المغربي ولات عنده واحد الفكره فهمتو. بالنسبه بغيت نرجع للموضوع ديال الصحافه، يعني اول صحفي تحاكم ويعني وتمنع من ممارسه من الصحافه لمده 10 سنوات هو الصحفي القدير المحترم علي المرابط. ومن بعده يعني راه بدات يعني الاعتقالات في كثير من الاسوام، منهم هذاك هشام منصوري، منهم بزاف ديال الناس اللي ربما انا ما عارفش اسماء ديالهم ولكن تعرضوا يعني للاعتقال السياسي ويعني والقمع فهمتيني. اولا انا تنشوف هي قبل ما تكون مسؤوليه الشعب، ربما فاش يهضر مثقف عندنا في فيسبوك وتنسمع بزاف ديال المثقف انهم ديما تيخلقوا واحد، خصوصا الصحفيين، خصوصا يعني انا ما عنديش فرق ما بين عالم يعني ديال السوسيولوجيا او باحث في السوسيولوجيا او باحث في اي يعني علوم انسانيه او علوم سياسيه او كيف ما كانت، مثلا ما عنديش فرق بينه وبين واحد صحفي، لانه خاص الصحفي يكون مكون يعني باش يدير التقارير ويدير يعني ابحاث ويناهض يعني الفساد بفضح يعني الاختلالات وديك التخربيق. وحتى الانسان اللي تيكون مثقف نقولوا ايه استاذ ديال الاجتماعيات مثلا ولا استاذ العربيه باش شد جورنال تيفهموا يعني فين كاين الخطا الاملائيه وكل شيء وتفهم يعني الموضوع بواحد الشكل يعني عميق. انا تنظن هادو هما الطبقه يعني نقول المثقفه ياك. انا تنشوف بان شحال من صحفي تتقل فهمتيني، هو اخرهم راه كما تنقولوا الصحفي حميد المداوي ب20 الذي اتهموا يعني بتجاره في البشر وداك الشيء اللي نات هما يعني فين كان عنده الوقت ربما واش كان فاش في الوقيته فاش كان تيكتب مثلا المقالات ديالو كان تيقوم بهذه العمليه ما فهمتش انايا يعني يعني التوجه ديالو والكتابات ديالو يعني تتعطيك واحد الانطباع مغاير للتهمة يعني التهمة الهوليوودية يعني اللي عطاو بحال ردو بحال انه بسيكوبات. المهم الخوت انا تنشوف ربما حتى مازال تزيد الاعتقالات فهمتيني. انا شفت واحد المقال الصحفي رشيد البلغيتي مؤخرا من بعد خطاب الملك، قبل خطاب العرش كان واحد الخطاب اخر ما عرفت ديالاش لان ما عنديش ما عرفتش المناسبه ديال المغرب وقت الشيء خطب هذا ولا هذا، كتب واحد الخطاب تيدعو فيه الملك يعني الاصلاح والتخربيق فهمتيني، وكانه يخاطب انسان عنده ضمير. الملك ما عندوش ضمير، انسان متغطرس يعني نغمس في حب السلطان، نغمس في نغمس في هذيك الالوهيه ديالو الملوكيه اللي تيعيش فيها فهمتيني، نغمس فيها وتيقول كلشي ديالي والمغرب ديالي فهمتيني، والشعب ديالو حتى هو ما تهضروش معاه وما تقولوش ليه وما توعيوش فهمتيني. يعني راه ردنا عالمين لاننا ننتقدوه. المهم اللي بغيت نقول هو ان المسؤوليه الاولى ديال اعتقال الصحفيين والصحفيات فهمتيني الحرات والاحرار فهمتيني تترجع المسؤوليه ديالها للصحفيين في المغرب، جميع الصحفيين الاحرار سواء في المغرب سواء داخل المغرب سواء خارج المغرب. هاد الصحفيين هادو خصهم يتجمعوا ربما ويكون واحد جبهة مناهضة لهاد التسلط ولهاد العشوائية ولهاد يعني الإرهاب اللي تتمارسو الأجهزة الأمنية المخابرات في المغرب على الصحفيين وعلى الأصوات الحرة وعلى المدونين فهمتي. أنا تيبان لي هذا هو الحل الصائب بالنسبة للصحفيين، هو يمكن ليهم يمكن الصوت ديالهم يوصل
المواقع يمكن يوصل حتى الواشنطن بوست، يوصل ذا غارديان، يوصل بزاف ديال المواقع اللي هي معروفة عالميا، يوصل مؤسسات دولية عندها وزن، فهمتيني، باش يوقفوا هذا النزيف الذي يتعرض له يعني الجسم الصحفي في المغرب، فهمتيني، هذه الانتهاكات باش السيده كانت في واحد، نقولوا هاد هاجر السوني مثلا، كانت في واحد سميتو، كانت في واحد، كانت مشات عند الطبيب، والطبيب هذا مولد النساء ولا طبيب مختص صافي للنساء، شدوها قال لك تدير اجهاض، وماشي من حقهم ولو انها تكون تدير، واخا نقولوا هذا الشيء كاع يكونوا تدير الاجهاض، رغم ان الملف الطبي اللي خرج من مستشفى ابن سينا يعني نفى هاد الاشاعه ديال انها كانت تتعرض، يعني كانت يعني انها يعني قامت بعمليه اجهاض، فهمتيني، رغم حنايا كنا شحال من مره هضرنا في هذا الموضوع وقلنا بان الاجهاض مساله فرديه وخص الانس، خص الدوله، فهمتيني، خاص الناس اللي في مراكز القرار يسنوا قوانين ويحيدوا هاد القضيه ديال ان ممنوع البنت ديال الاجهاض، ودابا بنت البنت نقولوا عندها 16 عام 15 عام 20 عام كاع 25 عام ولا عندها، المهم سوفيا الظروف ديالها حملها، واش خص ضروري تحكم عليها تحكم عليها بانها خصها ضروري تربي هذاك الولد، خصو يتزاد، وكيفاش دير ليه، وهي ربما حتى الامكانيات الاجتماعيه ديالها ما فهمتيني ضعيفه لواحد الدرجه لا تصل، ما يمكنش هي ما يعني ما قادره حتى تهز راسها وتهز دري اخر، وربما نقولوا حتى الدرس كادير ليها، فهمتي، والبنات هنا كاع في اوروبا عندهم امكانيات يديروا اجهاض، فهمتي، انا شخصيا زوجتي دارت الاجهاض جوج ديال المرات لان اختارت ولان صافي، لان داك تيبقى اختيار ديالها واحترمته، فهمتي، المهم فاش تيكونوا تيوليو يشهروا بعباد الله، فهمتيني، دابا شهروا بها في شوف تي في قالك بانها كانت تدير عمليه اجهاض ما الاجهاض، وهذا الشيء كامل كذوب، فهمتيني، يعني الانسان العاقل راه يعرف كيفاش هي العقليه المخزنيه اللي تتحكم في المغرب والاجهزه المخططيه الخبيثه ديال المغرب، انطلاقا راه الا شفنا عين شي واحد ثاني، رجعنا للتهمه اللي داروا الحميد مهداوي، اتهموه في الاول بالصياح، تهمه الصياح، فهمتيني، ومن بعد راه اتهموه قال لك تلقى واحد المكالمه من واحد الشخص مجهول، الشخص مجهول قال لي راه ندخلوا الدبابات والسلاح ونحروا، وكايدير ليه واتصل بيا شخص مجهول تيقول لي الهضره، واتهموه بانه محاوله ادخال دبابه الى المغرب، دابا قول لي واش بلاد عندها شنو نقول لكم، عندها استخبارات، كاينه المخابرات الاسبانيه في الشمال عارفه كل صغيره وكبيره، زائد المخابرات المخزنيه، كاينه مخابرات الاسبان وحتى الفرنساويين، لا في مراكش لا في الرباط لا في بزاف المناطق، كاينين مخابرات يعني عالميه في الصحراء في مناطق فين كاينين الامازيغ، كادير دخول الدبابات، يعني كاين واحد كما تنقولوا كاين واحد التواصل بيناتهم، ما يمكنش، فهمتيني، وتهما يعني خياليه، فهمتيني، كما تنقولوا داك الشيء ديال افلام هوليوود، انا المهم درت الفيديو هذا تنادي يعني الصحفيين المغاربه سواء في المغرب او خارج المغرب، مدونين او باحثين او كيف ما كانوا علماء كيف ما كانوا مهندسين كيف ما كانوا، انهم خصوصا هذا تطلق المهمه الكبيره على الجسم الصحفي، يعني على الصحفيين هما اللي خصهم يديروا هاد المبادره ديال مناهضة يعني الاعتقال، فهمتيني، التعسفي والاعتقال هوليوودي، الاعتقال بهذه الطريقة هذه، تصور انت نقولو اخويا الصحفي عندك عشيرتك خرجتي مشيتي انت وياها، المهم حياتك انت ليبرالي في الدماغ ديالك، راه تخاف اصاحبي تدخل شي قنت يجيو يهزوك يقولك يقولك ممارسة جنس ولا شوف كيفاش هما، يقول لك تتصور افلام اباحية ولا، فهمتيني،
ولا يجي شي واحد يفرض عليك يحطونك شي مخدرات في دارك، شكون اللي يهضر معاهم اخي؟ شكون؟ ما كاينش اللي يهضر مع الناس وما يقد عليهم حد، فهمتي؟ واخا انت تقول قلت لقينا، فهمتيني؟ ولان حتى فاش تهضر على السلطه القضائيه في المغرب، ما السلطه القضائيه ما عندها والو، لان لان في الاخير من يحكم هو هما البوليس، الجهاز الامني، يعني اش يقولوا ليها؟ الشرطه القضائيه قوى من الشرط، من القضاء بنفسه، فهمتي؟ المخابرات قوى من اي مؤسسه في البلاد، فهمتيني؟ لان تسير من طرف الملك، لان الملك شد الحكم، شد البلاد بقبضه حديديه، فهمتيني؟ بينما يعني تيغني على الشعب ديالو، الشعبيه العزيز، وداك الشيء ما كاين والو من هذا الشيء هذا، فهمتي؟ يعني راه بين الامور، الملك شد البلاد بواحد قبضه امنيه، يعني داك الشيء ديال بن علي راه بين الامور، يعني انا سدوا لي الصفحه، ودابا راه تندير استئناف مع الفيسبوك، تنهضر مع واحد المحامي باش ربما يساعدني نرفع دعوى قضائيه. المهم انا تنقول بان على الصحفيين في المغرب خارج المغرب وجميع الاحرار اللي تيبغيو يحبوا الحريه وتيحبوا انهم يعيشوا داخل واحد البيئه فين تيعبروا على الافكار ديالهم بكل حريه بدون يعني خوف او بداو يحسوا بداك الخوف، يعني شنو يوقع الا كتبت هذا الشيء هذا، فهمتي؟ لان غالبيه الناس تيعيشوا في هذا الخوف هذا، راه ماشي طبيعي انك تعيش في اي دوله كيف ما كانت تعيش فواحد الخوف بحال هذا، فهمتيني؟ تعيش تقول اوكي الا كتبت هذا الشيء شنو يطراو لي؟ يخرجوا لي في الشارع، يديروا لي، يفعلوا لي، فهمتي؟ هذه ماشي حياه طبيعيه، فهمتي؟ وحتى الصحافي اللي تيكتب، انا ما تنهضرش على دوك الصحافيين ديال المرقى والصحافه الصفراء اللي باعوا راسهم واللي اصلا يعني يسلم بحال تنقولوا باع الروح ديالو للشر، فهمتيني؟ هادوك ما تنهضرش عليهم، تنهضر على الناس اللي فعلا عندهم واحد الروح وطنيه، عندهم واحد تيبغيو يمارسوا الحريه ديالهم كبشر كانسان، فهمتي؟ وتيخافوا، علاش؟ لانهم غادي يتعرضوا يا اما الاعتقال، يا اما الاغتيال، يا اما الهجوم من طرف يعني ناس ما معروفينش، فهمتيني؟ يجيو يقتلوا يضربوهم ولا شوف، لان هذه هي الوسائل باش خدامه يعني الدوله المخزنيه، هادشي ماشي تا دوله، يعني باش خدامه يعني العصابه المخابرات، فهمتيني؟ فاش تشوف ان المخابرات يطلع صحفي تيشوه يعني بعض الممارسات ديالهم وهذه، راه ما تيبغوش هذاكشي، فهمت؟ يا اما تيشوفو، يا اما يلبقو ليه شي تهمه ولا يديرو ليه شي حاجه، وهاد الشيء هذا يعني خطر، فهمتيني؟ خطر، ما عمر غادي نبنيو، ما عمرنا غادي نوصلو لاي هدف هكا، فهمتيني؟ يا اما غادي نوصلو لواحد الحاله ديال عدم الاستقرار، وهي اللي جايه فعلا وحاليا مع على الصحافه داخل المغرب وخارجه، خصوصا المغاربه لو كانوا حتى اجانب انهم يتضامنوا معنا مزيانه، انهم يديروا واحد الحمله اعلاميه ويديروا ويبنيوا واحد الحركه، فهمتيني؟ ضد ولا مناهضه هاد الافعال اللي تديرها الدوله المخزنيه، فهمتيني؟ والجهاز ديال المخابرات في حق يعني المدنيين، لا 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 مدونين، في حق يعني المواطن المغربي سواء كان صحفي او مدون كيف ما كان، فهمتي؟ وما على يعني جميع الاحرار اللي تيامنوا بالحريه انهم ينضموا لهاد يعني لهاد الجبهه لمناهضه هاد الاشكال، شنو نقولك، الخبيثه، فهمتيني؟ الاشكال اللا انسانيه، فهمتيني؟ يعني لهاد الشيء هذا اللي تيديروا هاد الجهاز هذا المخابرات المخزن الحقير ضد فولاد الشعب، انه تيحط عليهم باطل، انه تيتهمهم بشي تهم خياليه، هاد الشيء خصو يسالي، وهادي المهمه ديال الصحافه في المغرب، ماشي مهمه ديال هما اللي خصهم يبداو، يعني اولا يبداو بالحمله الاعلاميه، راه بدات انا تنظن يعني التضامن اللي لقاتو هاد هاجر الريسوني، خصنا ما نوقفوش هنا، ربما راه غادي تلقوا الصراح ديالها، ولكن راه شكون على من مول النوبه كتقول لك، يعني المره الجايه شكون اللي غادي يعتقلوا؟ ربما ما عرفناش، قد تكون انت، قد نكون انا، قد يكون اي انسان، فهمتي؟ ويمارسوا عليه نفس الشيء
وعلاش خص ضروري تكون هناك واحد الجبهة يعني الشعبية الصحافية لمناهضة هذه الأفعال الحقيرة في حق يعني الصحفيين والمدونين والنشطاء، فهمتيني، في الفيسبوك أو فيما كانوا، فهمتيني. وتحياتي، ونتمنى الفيديو هذا الخوت اللي شافوه يبارطاجيه. وانا تيبان لي هذا هو الحل يعني بالنسبه كبدايه وصافي. وتحياتي لكم، وتهلا لي في راسكم، والحريه الهجر السني والحريه الزفزافي والرفاق ديالو، والحريه الحميد مهداوي، الحريه لدريس بوطراده، والحريه لجميع المعتقلين السياسيين في المغرب. وتحياتي أزول ولن نزول.